ولدي 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 عجبي 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 على راجل الحريم بصص يسيب حريمه في بيته يبص الحريم. حبيبي اهدى شوية كشكشة ما تعرضهاش. انا بقول يا ناس سميت ارجحها دوا زمن كذاب كذاب. انا بقول يا ناس يا من مرجحة جوا زمن كان دم انا اظن مصلحة لو فرقت احضر لابسه محزق ليه؟ ده شارع مش كباريه. الشارع ليك وليا مش كباريه يعني. 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 أما اللي بتشمر في الشارع كمه والله العظيم بتجيب التعزيق لامه. بتبصي بيا وتدلعي وبتخش النار وتولعي. حبيبي ابو سعد انا بقول ده مش كتر مال بعد في الاندل. انا بقول ده مش كتر مال بعد في الاندل. اما الشمال شمال حتى لو لبستها اسدال الاصلي. تكون المزه شمال. اما الشمال لو تستاهل ما كانتش سامت نفسها بالساهل. اما الشمال يا سادة اقسم بالله ما تنفع تتأمل ايه. بص يا جدعان رحموا الله مبدئيا كده اللي موافق ان الشمال ما تنفعش تتأمل علالي سمعني سقف الحجر في النبي اصلي. طب الرجاله بقى اللي بيعرف يصفر بيعمل ايه؟ اللي بيعرف يصفر اوعى كلام الناس يلمك وتعمل كلام الناس اللي ما بتعمل كده. كلام الناس اللي خشوني لو من النار دول يا عم بقى شو عم بعمل وانت رشت الدوايا انا عملت بس بس حسيت الجوكر قلت طيب اللي صبر على ابويا وعلى اسم ربنا يسعد سامي بس حسيت الجوكر الرجوله وابو الواجب ذكر بلدنا حسيت الجوكر قول الف مبروك لاحنا سعد سامي قول يا عمو. اوعى كلام الناس يقلمك وتعمل بيه. خد كلام الناس الوحش من هنا ومن هنا وارميه وحش عجبي عجبي على ولد ومدلعاه امه. عجبي على ولد ومدلعاه امه. الولد لو راح في اي حته تروح وراه عشان نتهز خمسة. حبيبي استاذ محمد الجميل اللي بيحيني ويصب عليا على دماغي. استاذ محمد الجميل صباح الفل عليك كل اخواتي حبايبي بيحيني ويصب عليا يا عم سيف. حبيبي يا سيف تعالى كده وحياه النبي يا جدعان بمرتك. كل الناس اللي بتحيينا وبتصب علينا احنا بنحييها. عم ابراهيم ابو عيد اللي بيحيينا ويصب عليا مباحث جسر السويس اخواتي حبايبي والله تحيه كبيره. كل اخواتي حبايبي بيحيينا ويصب عليا يا عم سيف وصلى على النبي. اللي فرحان لي يا جدعان بما يرضي الله سمعني سر كلها بالحب. وانت محبوب يا نجم مصر الله كلام الله الله. ده اللي انا اقول كلمه واحده مش هقول تاني. مصر كلها نفسها في حاجه واحده. عارفين هي ايه؟ عارفين هي ايه؟ تزور سيدنا النبي وانت قاعد ساعه
زي باشا ابن باشا يا رب تزور سيدنا النبي اللي بيرفع ايدك فوق سيدنا النبي. لا لا استنى 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 ما تقرفناش هي عروسه الحلوه عروسه الحلوه ايوه هو ابنها برضه بص بص دي حياتي احلى درجه احنا في مصر عايزين الشيخه بنقول لكم مصر وفيها الصحه والسلام عايزين الشيخه بنقول لكم مصر وفيها الصحه والسلام قال يا شرب الخمر شرب الخمر قال ما تنزل للارض شيل انتوا زمان انتوا زمان قال ما فيش قربان قال شرب زمان عشان تحسنا عشان احنا